إذا أتت لك الفرصة لزيارة إندونيسيا، ماذا تريد أن تفعل؟ Hari ini kita mau tanya jawab nih sama anak-anak di Masjid Istiqlal Indonesia tentang resolusi mereka tahun ini dan impian mereka di masa depan. Kita tulis dulu ya pertanyaannya. Dan anak-anak bisa berbaris terlebih dahulu sebelum mengambil kertas pertanyaannya masing-masing. Ayo kita mulai. النشاط اليومي أنا أذاكر دروسي وألعب كرة القدم مع أصدقائي وأحفظ من القرآن الكريم وأساعد أمي في أعمال البيت. أنا عمري 8 سنين أحفظ القرآن، إن شاء الله سأقرأه في هذا المسجد القرآن الكريم. أحفظ 20 جزءاً من القرآن الكريم وسأحفظه كاملاً إن شاء الله في الأشهر القادمة في هذا المسجد. 50 متراً وأستمتع في الذهاب إلى هذا المسجد لاستقلال الأندونيسي. أريد أن أكون محفظ في داخل هذا المسجد. إندونيسيا. أن أساعدها في أعمالها. التفاح. الجزء المفضل لدي هو حلقة التحفيظ في هذا المسجد. الصلاة فيه وتخريج حفاظ جدد لكتاب الله سبحانه وتعالى. أزور المسجد الأندونيسي وألتقي بأصدقاء الأندونيسيين هنا. يسعدني كثيراً دعوة أصدقائي الأندونيسيين إلى زيارة المسجد الأقصى والالتقاء بهم في المسجد الأقصى محرراً وفي هذا المسجد بإذن الله. أنا أرسل تحياتي إلى أصدقائي في أندونيسيا من داخل هذا المسجد، وإن شاء الله قريباً نلتقي في هذا المسجد. Yuk dukung impian mereka. Karena dalam kondisi apapun, impian kebaikan selalu jadi alasan terkuat untuk kita terus berjalan. Dukung impian mereka dengan ikut bantu pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza dan ikut juga makmurkan masjidnya saat nanti telah diresmikan.